السلام عليكم ومرحبا بكم في عدد جديد من حصة صريح جلد. عدد اليوم راح يكون حول المرأة التي أخذت غمار التشريعيات. تبعوا معنا باش نعرفوا آراء المواطنين كيفاش راح تكون. دور المرأة في البرلمان يعني في السياسة. المرأة بلاصتها في كل مجتمع، هي نصف الرجل، هي نصف المجتمع، هي والرجل زوج يدين باش عادي يصفقوا. هو يحتاجها وهي تحتاجه. وفي السياسة أنا أشوف المرأة هي اللي تبني الدار. الدار إذا تبنات معناتها المرأة راهي شادة، ولا تخربت معناتها المرأة. ماذا بينا المرأة في السياسة؟ ماذا بينا؟ ماذا بينا خاطش علاه؟ تحس بالشباب، تحس بالمرأة، تحس بالكبير، تحس بخوها، بخالها، بعمها، بجارها، بالفقير، بالغني، عندها إحساس مش كيما الراجل. الراجل بالك عنده إن فيزيون بزاوية معينة، بصح هي تشوف كل الزوايا. المرأة راهي في كل شيء، أي في كل المجالات، وراه عندها دور في كل المجالات. تسيبها في السياسة، تسيبها في الرياضة، تسيبها في المسرح، تسيبها في الثقافة، تسيبها زعما بارتو. هي المرأة نورمالمون ضروري كان عندها كل شيء صلاحية، وراه عندها كاع الدور تاعها. راك فاهمني؟ سما ما تروح تشوفها. يعني أنك تشوف أنه كاين نساء يقدروا يمثلوا المواطن الجزائري بصفة عامة في قبة البرلمان؟ أخي المرأة باقي غير باش تولي بريزيدونت وصاي، باش تولي رئيسة الدولة وصاي، باسكو راهي في كل شيء. راك فاهمني؟ ولها صلاحية، عندها صلاحية باش تولي باش تمثل في كل شيء. هي المرأة تطيح تمركز في شي بلايص كيما نقولوا إدارات، نقولوا شي بلايص هكا باينين، بصح السلطات العليا كي توصل في الرئاسة وتوصل في البرلمان وهاد الصوالح أنا كونتر. هل ترى بأن المرأة قادرة أنها تمثل المواطن بصفة عامة في قبة البرلمان؟ بيان سور عندها لو دووا كاع باش تمثله، كيما الحق كيما الراجل عنده الحق باش يمثل، المرأة ثاني عندها الحق باش تمثل. كنا بكري سي فغي كانوا ما يستعرفوش بالمرأة وكاع، بصح دروك صاي راهي كي المرأة كي الراجل. ما تقدرش، لاخاطش كاينة آية تقول لا، يقول لك المرأة القوم اللي تحكم فيه المرأة ماشي قوم هكا. مرة جاية طبيبة فرملية شيخة تاع ليكول، بصح مرة تقدر تقاوم في حرب ولا ما تقدرش. أنا مادا بيا زعما نشوف المرأة، نشوفها في السياسة، نشوفها ربما هي توصل مع الرجل. وأكثر واش لازم لها؟ لازم لها راجل يساندها، وحدها ما تقدرش يعني يعاونها، يبوسيها، يساعدها في البيت. إذا كانت صغيرة نقولوا حنايا باباها أخوها، إذا كانت متزوجة زوجها، يعني يخفف عليها العبء تاع الأسرة تاعها شوية باش تنطلق انطلاقة شابة. بس كل مرة إلا ضربت الطابلة تضربها ما تخافش. ما تقدرش تمثل الشعب الجزائري في البرلمان، بس كل مرأة ما عندها صلاحية في البرلمان. المرأة عندها صلاحية تكون ربة بيت، تردي ربي سبحانه وتم على باليش أنايا. إذا كانت في البرلمان غادي تردي ربي سبحانه وتروح بعيد وكاع مع ربي نيشان، هذيك حاجة واحدة أخرى. هذا اللي نقولها لك انا. المرأة في البرلمان، المرأة راهي عندها زعما دور كبير زعما في المجتمع، زعما نشوفها في كل القطاعات، نشوفها في التعليم، في الصحة. ماذا بينا زعما كاينة تكون زعما عضو في البرلمان، إذا كانت زعما كاينة تأدي زعما المهنة تاعها وزعما كاينة تزيد في الشعب، صافي بليزير. حنا ماذا بينا زعما كاينة تكون زعما المرأة في البرلمان. المرأة تقدر تمثل الشعب الجزائري في قبة البرلمان؟ وي. رانا نشوفوا مرا بارتو في الوزيره، في تما تقدر. الله فيك، شكرا على السؤال، لان السؤال في لب الموضوع وسؤال وجيه. لما لا يا اخي؟ حسب سؤالك هو دور المراه في البرلمان او كيف تمثل المواطن. المراه قبل كل شيء وقبل ان تكون عضو في البرلمان، المراه شريكه في المجتمع الجزائري قبل كل حال. كما المرأة تحترم الرجل، الرجل يحترم المرأة. هذه في شريعتنا أو في ديننا. أخي كريم، هل تشوف أن المرأة تقدر تمثل الشعب الجزائري في البرلمان؟ ممكن تقدر، لأن المرأة نشوفها في عدة مجالات، في الطب، في عدة مجالات. رسالة. لكن هذه الرسالة، هذه البدية تاعها، غادي يمر هذه الرسالة وكلش تولي تحوس على صوالح كبار. فهمني، هذه غير البدية تاعها، بعد كي ناي تولي تحوس على شي صوالح اكثر من اللي باغيها، تولي تحوس تزيد تطلع. حنا امبوسيبل باش نقبلوا اي واحد تقعد بهضر برا، امبوسيبل يقبل باللي تقعد بها مراه. طقت هم لانها راهي تشارك في جميع المجالات، عندها كافه الصلاحيات، لان المراه دروك راهي في التعليم، حتى راهي وزيره في الدول الاجنبيه، حتى راهي رئيسه في المانيا. انا الراي تاعي بالنسبه لي طيق. المراه راهي كلش دروك في الكم، كاش المراه ما الراجل فاني ما يتطورش وما يوصلش، المراه فاني تقدم
تقدم ولادها، تقدم الزوج تاعها، تقدم بزاف صوالح. يعني انا نقولوا ان المراه حاليا تقدر تمثل المواطن الجزائري في قبه البر. تقدر تمثل، انا ما تمثلش عندها قدر على اي شيء. عندي شيء المراه راهي نفس المجتمع، هي اصلا مجتمع كامل. يعني يوم 12 جوا يوم انتخابات، انت اذا شتي انه كاين مراه تستاهل انها تمثل راح تصوت عليها؟ تستاهل، انا يا مراه ونبغي المراه، والمراه توصل بعيد كاع، راهي تخدم، راهي تربي، راهي زوجه، راهي معلمه، راهي طبيبه، راهي استاذه، راهي رانا نشوفوا شحال من المراه دروك راهي قادوا مناصب عليا بزاف، ماشي زعما راهي طايحه بقيمتها ولا لماذا. المراه حاليا عندها مستوى مثلها مثل الرجل، تستطيع ان تمثل المواطن المستغني او الجزائري ككل بصفه عامه احسن تمثيل، احسن تمثيل، وسبق لها وان مثلت. هذه بكري كانت المراه هي ربة بيت، لان دروك الدنيا تطورت والمراه راهي في كامل المجالات وعندها كافه الصلاحيات باش تشارك في البرلمان.